تحول الى المانيا واللعب مع فوكس برلين واللعب مع كيل ومع عديد الانديه. انطلاق المواجهه مشاهدينا الكرام، نرحب بكم من جديد. اذا باريس سان جيرمان يلعب الازياء الزرقاء ونونت بالازياء البيضاء. سنعطيكم ايضا الانتدابات الجديده لهذا الموسم الرياضي، ويبدا يحيى عمر اول مباراه له بالازياء الجديده بعدما وقع عقد مع باريس سان جيرمان. اذا الهجمه الاولى براندي يحيى عمر، وتعود الهجمه لنونت، تصعيد الكره تيبو بريي، فاليرو ريفيرا، امريك مين. الهجمه الاولى والهدف الاول، الهدف الاول للدولي الجزائري ايوب عبدي. تبدا المباراه وسط المباراه، يلا يحيى عمر والتدخل الاول. اذا مباراه أشقة، وطبعا الشيء الجيد بالنسبة لهذين اللاعبين، يحيى عمر الذي أعرفه جيدا لاعب خلوق، لاعب مميز، الجميع يريده دائما موجود في التشكيلة لأنه لاعب يعطي الإضافة، أيضا لاعب منضبط تكتيكيا وأخلاقه عالية، يمثل بلده كأحسن تمثيل يحيى عمر. أيضا أيوب عابدي الذي يعرفه شخصيا، أيضا لاعب مميز خلوق، هذا أيضا يعطينا فكرة على مدى قيمة الأخلاق الرياضية في عالم الرياضة. إذا تنطلق المواجهة، وغريغوري كوجو يريد أن يحفز لاعبيه. بالنسبة لرئيس نونت عبر هذا الموسم، قال نريد اللقب وأول هدف عن طريق البولندي العملاق. أمامكم كاميل شيبزاك، والتعادل واحد مقابل واحد، وأول لقاء في المباراة لماتي جابير، أول استبعاد السلوفيني الذي لعب في الألعاب الأولمبية لهذا الموسم. أمامكم استلام جيد ودوران لاعب برشلونة سابقا، ينتفض ويسدد بكل قوة. إذا بداية قوية من الجانبين، تيبو بريي، أيوب عبدي لاعب تولوز سابقا سيترك فراغ كبير، مثله مثل يحيى عمر الذي سيترك فراغ كبير في نادي فيش بريم، لكن ترك كل المسؤولية على كتفي اللاعب المميز يحيى الدرع. تعود الهجمة، إمريك مين مستقبل كرة اليد الفرنسية الذي سيحاول أن يقوم بإعطاء كل ما لديه من خبرة، بعدما يعني انتقد الجميع أن غيوم جيل لم يعطيه الفرصة، لكن الآن الفرصة متاحة لهذا اللاعب. وتسديدة ورمت 7 أمتار، يعود نيكولا تورنا لفريقه بعد موسمين أو ثلاثة مع فريق كيلتس. إذا يعود نيكولا تورنا الذي ترعرع في نادي نونت وكبر في هذا النادي، لكن الآن جاءت الفرصة ليريد ليعطي الإضافة لفريقه. فاليرو ريفيرا في حوار مع جرين الحارس الدنماركي الذي لم يكن موجود في الألعاب الأولمبية. التسديدة من فاليرو والتصدي الأول، التصدي الأول للحارس جرين، تصدي ولا أروع. أمامكم الإعادة، طبعا الحارس الذي افتك مكان جرين هو نيلسن، ونيلسن يعني تحدث للصحافة الدنماركية مؤخرا لم يرد أن يخرج الخبر في الأوساط الرياضية، كان أتى خبر وفاة والدته ضمن الألعاب الأولمبية، لكنه لم يرد أن يحرج أي أحد وبقي يعني يركز مع الفريق، لذلك يعني قام بتضحية كبيرة ولعب الأولمبياد وساهم في فوز منتخب الدنمارك بالميدالية الذهبية. تصدي ولا أروع للحارس في هذه اللقطة الأخيرة، وتعود الهجمة لفريق نونت الذي يحاول أن يبدأ بقوة في هذه المواجهة الكبيرة. باريس سان جيرمان الذي يسيطر طولا وعرضا في المواسم الأخيرة على الدوري، ونونت يريد الفوز ويأخذ نصيبه. وأيضا أيوب عبدي، ممتاز ممتاز ممتاز، تسديدة ولا أروع لأيوب. ما زلنا ننتظر أهداف الدولي المصري في بداية المباراة. يحيى عمر، وبداية ولا أروع للدولي الجزائري، ونعرف أن كرة اليد الجزائرية صالت وجلت سابقا مع عديد اللاعبين الموهوبين والرائعين على مر السنين، بوعنيق، حميد لبراوي، ربح غربي، يعني عمر عازب، كمال عقاب، والقائمة طويلة جدا، وآخرهم مسعود بركوس. وتسديدة ولا أروع، تسديدة من بعيد من براندي،
التعادل هدفين لهدفين. مباراة الكبار، مباراة الكبار، واللقب غالي في بداية الموسم الرياضي. MVP الموسم يؤكد قوته. أمامكم تيري أومير الجنرال مانجر لكرة اليد ومساعده نارسيس، وأيضا رئيس الرابطة الفرنسية لكرة اليد دافيد تبيب، وأيضا يشغل خطة رئيس نادي نيم في نفس الوقت. البداية قوية، البداية مشوقة. كيف ستكون الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي؟ تيبو بريه إلى أيوب، يبتعد على لوكا كرابديتش، التسديدة، وجرين يعيد الكرة. محاولة تضيع على نونت. أمامكم غيوم جيل يتابع المباراة، وهو طبعا مدرب المنتخب الفرنسي الذي ترك أسوأ الانطباعات في الأولمبياد. حملة انتقادات كبيرة كانت قوية على الاختيارات للمدرب غيوم جيل، حيث ترك عديد اللاعبين الذين على مستوى الإحصائيات كانوا أفضل من نيكولا كرابتيتش الذي تقدم به السن، لكن بطبيعة الحال النتيجة كانت في النهاية مخيبة للأمال لكرة اليد الفرنسية. أمامكم الحارسين الدنماركي والسويدي جنبا إلى جنب. فاول لصالح باريس سان جيرمان، يريد أن يبدأ الموسم الرياضي كأحسن ما يكون. نذكر أن الموسم ينطلق الأسبوع القادم يوم الجمعة بالمباريات، إن شاء الله ستكون منقولة عبر قنوات بين سبورتس. لوكستانس براندي، يحيى عمر اللاعب المميز والموهوب، واحد من أفضل السواعد في العالم حاليا. نعم، وتمريرة خاطئة من لوكستانس، ليس في أحسن حالته، تعود لأيوب عابدي. تيبو بريه، أيوب يلعب واحد ضد واحد. التمرير لأودريو زولا اللاعب الدولي الإسباني. أيوب ممتازة، رائعة تمريرة، ولا أروع لوب من ماتي جابير. التقدم لنونت، تمريرة ولا أروع من أيوب، تعود ليحيى عمر، ممتاز التصدي. بيزيتش يبدع أمام يحيى عمر، تعود أودريو زولا، 4-2. تشتعل المباراة، تشتعل المباراة في هذه اللحظات. تمريرة من هنا، تسديدة من هناك، فاست بريك، والكرة في الشباك من الدولي الإسباني أودريو زولا. النسق سريع جدا، النسق سريع، والمباراة في قمتها من الدقائق الأولى، ليس هناك فترة جس نبض. تعود ليحيى عمر، محاولة التسديد، تدخل من تيبو بريه. طبعا يدافع امامه تيبو بريه لانه يعرف يحيى عمر جيدا، ويحيى عمر يعتبر من السواعد التي يعول عليها باريس سان جيرمان في هذا الموسم الرياضي. تعود من امريك مين، يقطع الكره وجها لوجه امريك مين، ينجح. 5-2، ربما راؤول غونزاليس سيطلب تايم اوت. امامكم الدولي الجديد المنتدب شويشي يوشيدا، اول تايم اوت في المباراه. يضطر المدرب راؤول غونزاليس ان يطلب تايم اوت في بدايه المباراه. امامكم امريك مين، تمريره خاطئه، وينجح الدولي الفرنسي النجم القادم على مهل امريك مين. أول تايم أوت يطلبه المدرب راؤول غونزاليس، وهنا يتحدث توني سين مع يحيى عمر، لاعبا مع بعضهما في فريق فيش بريم. طبعا على البلاي ميكر الآن ليشتغل أكثر على التقاطعات، لأن دائما يحيى عمر عندما تكون التقاطعات جيدة يأتي من بعيد ويسدد، عندما رأيناه كيف ينسجم مع لاعبي فيش بريم وكيف نجح مع فيش بريم مع اللاعب يحيى الدرع ومع أيضا نديم ريميلي. يجب العمل على التقاطعات وجعل اللاعب يسدد بكل راحة. بداية قوية لأيوب عبدي الذي أقنع في بداية المباراة يحيى عمر، يحاول التسديد. لوكسانس دفاع شرس، دفاع قوي. فراندي ممتازة التسديدة، والدفاع يرجع للكرة. ضاعت الهجمة على يحيى عمر. 5-2،
بداية قوية لنونت في هذا الشوط الأول في الدقائق الأولى، دفاع قوي وراءهم حارس في فورمة كبيرة هو الذي يتصدى للكرة الأخيرة الدولية الكرواتي إيفان بيزيتش. إمريك مين والتمريرة خاطئة تعود عكسية، تصعيد الكرة فيران سولي إلى براندي وعودة الدفاع، عودة قوية، لاحظوا الانضباط الكبير من أيوب عبدي أول واحد يعود للدفاع. كرة اليد هي اليوم دفاع، يعني عندما تلعب برتم قوي يجب أن تدافع ولا تقبل أهداف سهلة أمامكم. دكة البدلاء للاعبي باريس سان جيرمان، أغلب اللاعبين دوليين فريق باريس سان جيرمان، لديه ياكوب هولم، لديه تونسان اللاعب النرويجي لوكستانس، يحيى عمر يلعب واحد ضد واحد، محاولة التسديد ممتازة، التمريرة لكن لم تصل، تعود عكسية إيفان بيزيتش، تصعيد الكرة بسرعة أودريو زولا، هناك نقص في التركيز من الجانبين، هناك نقص من التركيز من الجانبين. التمريرة رائعة جدا لماتيو غريبي وبيزيتش يتصدى، يغلق المرمى بالمفتاح إيفان بيزيتش أمام لاعبي باريس سان جيرمان في الدقائق الأولى. إيفان بيزيتش عندما يتصدى للكرة يدخل في مباراة، هو من تينة اللاعبين الذين يحفظون جيدا درسهم قبل دخول المباراة. إذن البداية قوية لفريق نونت، 5-2، وطبعا مشاركة عربية مميزة للدولي المصري يحيى عمر وأيضا اللاعب أيوب عبدي الدولي الجزائري، ونعرف أن عديد العرب تألقوا في تشامبيونز ليج سابقا ورفعوا راية بلدهم، منهم صبحي سيود في مونبولي والجلوز مع كيل ومع برشلونة، محمد السوسي أيضا اللاعب المميز لعب مونبولي سابقا، ومحمد ممدوح هاشم الدولي المصري في 2018، ثم يوسف بن علي لعب البارسا، لعب منتخب قطر، وعلي زين أيضا تألق كأحسن ما يكون. دائما نذكر بإنجازات العرب في هذه المواعيد الكبيرة في كرة اليد. يحيى عمر وتقدم 6-3 لنونت، بداية قوية فريق باريس سان جيرمان، ما زالت لديه الفرصة للعودة، لكن نونت يبدو جاهز كثيرا، يبدو أن معسكر ألمانيا كان قوي جدا. نلاحظ أن لاعبي نونت أكثر شراسة لأنهم لعبوا مباريات كبيرة، لعبوا ضد كيل، ضد فوكسي برلين. براندي يسدد وتصدي رائع، تصدي الكبار لإيفان بيزيتش، قلت هذا الحارس من تينة الحراس الكبار. يدخل جوليان بوس ليريح أيوب عبدي لأنه يدافع، جوليان بوس تدخل قوي. أمامكم العرض البطيء، هنا التفاهم والانسجام بين تيبو بري وإمريك مين، كان يلعبان مع بعضهما في أصناف الشبان والآن في الفريق الأول منذ سنوات. وطبعا حكاية تيبو بري حكاية كبيرة، سنعطيكم تفاصيلها عندما يكون الوقت مناسب. رمية 7 متر يتحصل عليها نيكولا تورنا، دفاع في المنطقة قوي جدا، هذا اللاعب لاعب كيلسي سابقا يعود لفريقه الأصلي فريق نونت، يأخذ الكرة أمام المدافع كاميل شيبزاك. رمية 7 متر، هنا تنفير لجوليان بوس بعدما أضاع فاليرو ريفيرا، ينجح بكل قوة، 7-3، بداية ولا أروع لنونت. ننتظر ردة فعل باريس سان جيرمان في بداية الشوط الأول. هذا هو نيكولا تورنا الابن المدلل لنونت، له طبعا حب كبير من جمهور نونت خاصة عندما يلعبون في قاعتهم دائما، يعني يقول أنه يريد العودة وعادة في الوقت المناسب لفريقه الأصلي. لا تصل الكرة، لكن هناك فاول يعلن عليه الحكم لوكا كارابديتش. وطبعا يحيى عمر بصدد القيام بتمريرات رائعة، لكن ربما ما زال الوقت بينه وبين بعض اللاعبين للتأقلم. نعرف أن يحيى عمر من تينة اللاعبين الكبار، يعني يحتاج ربما للوقت للتفاهم مع بعض اللاعبين، لكن هو بصدد القيام بأسيست رائع، بصدد القيام بمباراة جيدة، لكن ربما ما زالت بعض الأمور، يعني عندما تنتقل من فريق إلى آخر ربما فترة التأقلم تكون أسبوع، أسبوعين، 3 على أقصى تقدير.
ونعرف أنا يحيى عمر من تينة اللاعبين الكبار ولاعب ناضج يعني تكتيكيا، لاعب قوي له شخصية قوية وهدف عن طريق ماتيو غريبي من الجناح. تأتي الكرة من الجناح من الجهة المقابلة من فاليرو، 8 مقابل 4 ينجح الكابتن اللاعب الإسباني لوكستانس، الحكم يترك الأسبقية ورمي 9 أمتار. التقدم لينانت ويبتسم براندي للحكم يقول أن هناك رمي 7 أمتار. انظروا هنا إلى الروعة في الأداء من فاليرو ريبيرا. هذه كرة ماتيو غريبي لاعب مونبوليه سابقا والنجاح من الجناح. تعود الهجمة، يدخل اللاعب تونسان، أكيد أنا يحيى عمر سيعود في وقت لاحق يتحدث مع بلغار. هذا هو الدولي المصري اللاعب المميز والرائع، سيكون له شأن في باريس سان جيرمان هذا الموسم بالأكيد. تونسان يدخل النرويجي الآن، براندي محاولة المرور، محاولة التسديد رائعة، يسدد في الزاوية البعيدة براندي، 8 مقابل 5. سيبدأ الآن في التسديد من كل المسافات، اللاعب الذي لا يكل ولا يمل، قوة رهيبة لبراندي عندما يجد الحل لا أحد يستطيع أن يوقف هذا اللاعب. نتذكر في اليورو بألمانيا ماذا فعل أمام السويد في اللحظة الأخيرة عندما استسلم الجميع، سدد رمي 9 أمتار كانت في الزاوية 90. تيبو بريه إلى إمريك مين، والتدخل من تونسان هنا، راول غونزاليس يفكر في الدفاع أكثر من الهجوم، يريد تدعيم الدفاع بإدخال تونسان جنبا إلى جنب مع لوكا كارابتيتش بعدما اعتزل نيكولا كارابتيتش رسميا. جوليان بوس، الحكم يعطي الأسبقية، 9 مقابل 5 وينجح هنا جوليان بوس في اختراق الدفاع. التغييرات الدفاعية والهجومية، سيخرج براندي ربما أمامكم العرض البطيء. هل هناك إصابة لبراندي؟ يدخل أولم ويدخل لعب الدائرة الآن غوتي لوريدون، لعب إيفري سابقا، يدخل الدولي الدنماركي، لم يقع دعوته إلى الأولمبياد لأن الأماكن كانت غالية جدا في الألعاب الأولمبية، لا يستطيع أن يلعب قبل هانسن وقبل بيتليك. والأروع هنا لوكسانس كالعادة يخترق دفاع الدولي الهولندي بكل براعة بكل اقتدار، إنه هو اللاعب الذي يعطي الإضافة في كل الأوقات، تيبو بريه ثنائية والأروع إمريك مين تيبو بريه، الورقة الرابحة للمدرب غريغوري كوجون، 10 مقابل 6. سأتحدث على تيبو بريه باختصار، هذا اللاعب الذي كان في فريق صغير وعندما وقعت ربما الاختبارات بداية الموسم في الفئات السنية لم يقع دعوته ووقع تهميشه وطلب رقم المدرب غريغوري كوجون آنذاك، قال له أنا اسمي تيبو بريه وأريد أن ألعب في نانت، قال له ليس لدي الوقت للتحدث معك، قال له أعطيني فرصة لكي آتي، ذهب لاجتياز الاختبار وأصبح الآن هو اللاعب رقم 1 في نانت. هذا هو اللاعب الذي لديه ثقة في نفسه، قال له أعطيني فرصة فقط في الفئات السنية وأصبح اللاعب رقم 1 في نانت الآن. تعود الهجمة لفريق نانت والتقدم 10 مقابل 7. يدخل الآن دولا بروتاش ويدخل أيضا جوليان بوس، يدخل أيضا بونفون لاعب مونبلي سابقا، التمريرة ممتازة رائعة جدا رائعة لنيكولا تورنا، 11 مقابل 7. فريق نانت يعول كثيرا على لاعبية الدائرة، تيو مونار طبعا غير الوجهة وذهب إلى كيلسي، وقع طبعا تغيير سويتش بين اللاعبين، تورنا عاد إلى نانت وتيو مونار غادر أيضا لفريق كيلسي، لكن حافظ على 3 لاعبي دائرة مهمين لأنه يلعب تشامبيونز ليج. والتسديدة والتصدي من بيزيتش، تصدي الكبار. تعود الهجمة لفريق نانتي بوبريه، يدافع بشراسة جوليان بوس والحكم يعلن على فاول، 11 مقابل 7
شوط أول من نار بين الكبار في بداية المشوار في هذا الشوط الأول من نهائي كأس الأبطال في قاعة فيوتيرسكوب ببواتي. للمرة الثانية تحتضن هذه النهائيات. نذكر أن نونت فازت في مناسبتين في كأس الأبطال وباريس سان جيرمان في مناسبتين. إذن المباراة الخامسة ستكون لمن ستكون الأسبقية على مستوى المباريات. بالنسبة لي المواجهات بين الفريقين التقيا عديد المرات، 49 مباراة بين الفريقين في كل المسابقات، 31 فوز لباريس سان جيرمان و14 لنونت وأربع تعادل، لكن الأسبقية دائما لباريس سان جيرمان على مستوى المواجهات. إذا هذه المباراة الفاصلة في كأس الأبطال بين الفريقين لمن ستكون المباراة الثالثة. ممتازة، تمريرة رائعة جدا، والتصدي من جرين تعود لنونت لأودريوزولا. تصدي ممتاز من ياني جرين. ما زالت المباراة، ما زال التشويق. دولا بروتيش بونفون ينجح، بونفون يعود لأيام زمان، أيام مونبولييه. الإصابات لم تخدم مصلحتها ولعب في نيم ولم ينجح في هذه التجربة القصيرة، والآن يأتي إلى نونت ويريد أن يعيد، يعني هذه المرة يريد أن يثأر لنفسه لأنه كان بإمكانه أن يكون أفضل على المستوى الرياضي. نعرف إمكانيات هذا اللاعب، يعني في بدايته ذكرنا بنيكولا كاراباتيتش، لكن بعدها بعد الإصابات المتتالية ربما هذا اللاعب لم يكن محظوظ. تعود الهجمة لفريق باريس سان جيرمان. 18 دقيقة أمامكم، المنتدب الجديد الدولي المصري، اللاعب المميز يحيى عمر. بدأ المباراة وخرج الآن أيوب عبدي الدولي الجزائري، سجل هدفين والمدرب عوضه باللاعب جوليان بوس. يريد المدرب أن يدور الفريق ويشرك كل اللاعبين في بداية المباراة. وكرة اليد اليوم مستحيل أن يلعب لاعب 60 دقيقة، مستحيل، إلا لاعب فقط حسب رأيي هو جيتز. هذا اللاعب الذي يستطيع أن يلعب حتى 100 دقيقة في اليوم، ليس لديه إشكال. أفضل لاعب في العالم الدولي الدنماركي ماتياس جيتزل، الذي يعتبر اللاعب نمبر وان في العالم، وأيضا زميله بيت ليك في فلانسبورغ. تسديدة جانبية من جوليان بوس مرت بجانب المرمى، والحارس الثاني لفريق نونت بيوسكا ينتظر دوره. صعب أن يلعب اليوم لأن بيزيتش يقدم في مباراة كبيرة. تضيع الكرة على توني سان، تعود عكسية، عكس الهجوم، بونفون في عكس الهجوم. التمريرة لأودريوزولا يفتح الزاوية، ممتازة التمريرة، رائعة التمريرة. 13 مقابل 7، حذاري ثم حذاري، بدأ الفارق يصبح أكثر مع مرور الوقت، ونونت يسيطر طولا وعرضا على بداية هذه المباراة. يعود الهجوم لباريس سان جيرمان، ربما المدرب راؤول غونزاليس يفكر الآن أنه سيلعب بسبع لاعبين دون حارس مرمى، سيجازف الآن. لنرى الآن المدرب راؤول غونزاليس ماذا سيفعل. القاعة كلها فول، ليس هناك أماكن شاغرة أمام شبابيك مغلقة. يدخل أندرياس باليكا الحارس الدولي السويدي، حارس الخبرة، قادر على أن يقلب موازين المباراة، لكن شرط أن يكون دفاع جيد أيضا. 6 أهداف أسبقية لنونت في بداية المباراة، مباراة تكتيكية إلى حد الآن. لاحظوا كيفية الدفاع مع الحارس بطريقة ذكية، يعني يجبرون لاعبي باريس سان جيرمان على التسديد في الأماكن التي تكون نقطة قوة حارس المرمى. ذكاء المدرب غريغوري كوجون يجعل اللاعب يسدد في وضعية أن الحارس يكون قوي في ذلك المكان. توني سان إلى أولم، محاولة التسديد، دفاع عالي، ممتازة التمريرة، رائعة جدا، ينجح هنا لوكستانس، يتحرك في ظهر الدفاع. 13 مقابل 8، ثنائية تصنع الفارق هنا بين اللاعبين توني سان ولوكستانس. هنا خطأ من بونفون، كان تقدم وترك شارع أمامه لم يره. تعود الهجمة وتغييرات في تشكيلة فريق نونت. يدخل اللاعب رقم 9 تيو أفلانش دوموج مكان أودريوزولا.
يبدو أن اللاعب الإسباني أصيب على مستوى الكاحل. تعود الهجمة دولا بروتاش، ممتازة، جملة تكتيكية رائعة، والكرة في شباك. أول هجمة لتيو أفلانش دوموج، تصل الكرة مليمترية، تمريرة 2-3 والكرة في شباك. 14-8 وتصدي الحارس، وهناك فاول على اللاعب أولم، روح رياضية كبيرة بين اللاعبين، وتفاعل المدرب غريغوري كوجون، هذا المدرب الذي تدرج من الفئات السنية وصولا إلى صنف الأكابر ليصبح المدرب رقم واحد. تتلمذ على مدرسة كبيرة في فرنسا المدرب تيري أونتي، ثم كان أيضا مساعد مدرب ألبيرتو أنتريريوس، والآن أخذ فرصته وأصبح المدرب رقم واحد وفاز بكأس فرنسا السنة الماضية، ولديه خبرة كبيرة في عالم التدريب لأنه يعني لديه أفكار جديدة. تونسان محاولة المرور، وهناك استبعاد لمدة دقيقتين على ما أظن، هناك استبعاد ضد لاعب من فريق نونت، لنرى من اللاعب. بونفون، نعم يدخل اللاعب رقم 17 نوام ليوبول، اللاعب السويسري في تشكيلة فريق نونت المنتدب الجديد أيضا. وهنا الفاول كان واضح من بونفون، فرصة الآن لتقليص النتيجة، وبونفون يتحدث مع إمريك مين. التمريرة رائعة جدا، فرانسولي أنجح، ممتازة، تمريرة رائعة، 14-9، تمريرة من براندي مليمترية. طبعا هناك زيادة عددية تمكن باريس سان جيرمان من العودة في هذا التوقيت. 5 أهداف أسبقية في مباراة الفاينل كأس الأبطال أو كأس السوبر التي نبدأ بها الموسم الرياضي 2024-2025 إن شاء الله. جوليان بوس، تيبو بريه، تدخل قوي من الدفاع عن طريق ولام بيليكا، لاعب متكون في باريس سان جيرمان في مركز تكوين الشبان. نعرف أن أكاديمية باريس سان جيرمان طبعا كل سنة تتحفنا ب3 أو 4 لاعبين، والتسديدة تضيع على جوليان بوس. لا أدري لماذا المدرب أخرج أيوب عابدي، قدم بداية مباراة ولا أروع ثم أخرجه، لا أدري لماذا، يعني لاعب سدد مرتين ونجح يخرجه المدرب. على كل ربما للتحذير على مستوى الدفاع ولا عدم القيام ربما بتغيير، ربما يفكر هكذا المدرب غريغوري كوجون. 8 دقائق على نهاية الشوط الأول مشاهدينا الكرام، وتقدم لينونت على حساب باريس سان جيرمان في هذا الشوط الأول في قاعة فيتورسكوب أرينا ببواتيه. تونسان والتصدي ولا أروع، تصدي ولا أروع من إيفان بيزيتش، بداية مباراة كبيرة لبيزيتش، إلى حد الآن نسبة نجاح 40%، نسبة عالية جدا، 7 تصدي لبيزيتش. قلت هذا الحارس إذا دخل في المباراة صعب أن يخرج منها. أفضل لاعبين إلى حد الآن أيوب عبدي، نسبة نجاح 100%، وتمريرة حاسمة، وإمريك مين 2 و67% نجاح و4 تمريرات حاسمة. دولا بروتاش، جوليان بوس إلى تورنا، ممتازة لكن تصطدم بالعارضة، تعود عكسية. براندي، لاحظوا العودة لمنطقة الدفاع، براندي تصل إلى الجناح، فتح الزاوية والهدف، ممتازة ممتازة اللقطة من بيليكا الذي يشغل خطة دفاعية وهجومية في نفس الوقت، يلعب كلاعب محوري في الدفاع وكجناح، لاعب طويل القامة صغير السن، وبدأ يتأقلم مع أفكار المدرب راؤول غونزاليس. 7 دقائق وبدأ يعود باريس سان جيرمان شيئا فشيئا. انخفض نسق اللعب من جانب نونت بعد عودة باريس سان جيرمان في هذه اللحظات، ما زالت المباراة طويلة، ننتظر نهاية الشوط الأول كيف ستكون، هل يواصل نونت السيطرة أم يعود باريس سان جيرمان. طبعا في كرة اليد تنقلب معطيات المباراة رأسا على عقب في لحظات فقط.
الحكم ينبه على اللاعبين بيليكا وتورنا. حوار لاعبي الدائرة، حوار لاعبي المحور. هذه كرة اليد، تورنا في تنفيذ الفاول. دولا بروتاش، تيبو بريه الذي كان في القائمة الاحتياطية ولم يلعب في الألعاب الأولمبية هذه السنة. تيبو بريه، التسديدة والتصدي، التصدي تصدي والأروع من أندرياس بوليكا. تعود لتونسان، فتح الزاوية ممتازة، ينجح سولي. سيطلب تايم اوت مدرب نونت، هذا اكيد. 14 مقابل 11، بدا يعود شيئا فشيئا باريس سان جيرمان من 6 اهداف اسبقيه، والان يطلب تايم اوت مثلما توقعنا المدرب غريغوري كوجون. كانت هذه توصية المدرب غريغوري كوجون للاعبيه في هذا الشوط الأول وهذا التايم اوت الأول الذي طلبه. نذكر أن راول غونزاليس طلب أول تايم اوت بعد مضي 6 دقائق لعب، وكانت النتيجة 5-2 لنونت. والآن المدرب غريغوري كوجون يطلب تايم اوت بعدما عاد فريق باريس سان جيرمان إلى مستوى إلا 3. يشعر بالخطر، يعود الآن أيوب عبدي الدولي الجزائري. قلت اللعب الدولي الجزائري، أيوب بدأ المباراة بقوة، سجل هدفين ومرر تمريرة حاسمة. لذلك المدرب الآن يستعين بخدمة أفضل لاعب، أفضل سعد أيمن في الدوري السنة الماضية مع فريق تولوز، قدم موسم استثنائي. ورامي 7 أمتار، جملة تكتيكية رائعة تنتهي برامي 7 أمتار لفريق نونت. عمل كبير، وهنا دولا بروتاش بذكاء يجبر براندي على ارتكاب الخطأ. فانت والدفاع في المنطقة، نعم التنفيذ سيكون لجوليان بوس. نجح جوليان في رمية أولى. الآن الحوار مع باليكا وليس مع جرين، ينجح 15 مقابل 11، ينجح جوليان بوس بكل مهارة. فارق 4 أهداف لفريق نونت قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول. يعود كاميل شيبزاك، المدرب أعطاه وقت من الراحة، والآن يدخل أيضا الدولي الياباني شيوشي يوشيدا في أول ظهور له بقميص نونت لاعب دانكيرك سابقا. براندي ممتاز، رائع تسديدة والأروع، يصعد للطابق الثاني. براندي يسدد من مسافة بعيدة، يقلص النتيجة. أيوب، تيبو بريه إلى بونفون. أيوب يبدأ كبلاي ميكر ثم يعود لمركزه الأصلي. بداية الخطة، يدخل دولا بروتاش، لاحظوا الثقة التي يلعب بها. أيوب عبدي تعود على الدوري الفرنسي، يلعب تقريبا منذ 8 سنوات في الدوري الفرنسي، تعود على الأجواء. بونفون قوية لكن جانبية، بعيدة كرة بونفون. تصعيد الكرة بسرعة، محاولة المجازفة، والحكم يعلن على 7 أمتار دفاع في المنطقة. براندي يندفع إلى الأمام، براندي شجاع، اللعبة القوية، ام في بي الموسم الماضي، أفضل سعد أيسر. قادت أن تقطع هذه الكرة من تيو أبلانش دموج، كان متأخر. أمامكم كرة براندي والأروع في الزاوية البعيدة. التنفيذ لكاميل شيبزاك المختص رقم 1، اللاعب الدولي البولندي في حوار مع إيفان بيزيتش. ينجح 15-13، يقلص النتيجة. كاميل شيبزاك الاثنين عكس الهجوم. بونفون
تقطع من فيران سولي عكس الهجوم 1 2 ممتازه. لوك ستانس بدا يعود باريس سان جيرمان من بعيد. ستانس يقوم بدور كبير وتدخل ممتاز من ايوب عبدي. دفاع بخصائص جزائريه، نعرف ان كره اليد الجزائريه تعتمد بصفه كبيره على دفاع ايام المدرب القدير عزيز درواز الذي اعطى دروس في دفاع 3-3 لمده سنوات. محاوله المرور كميل شيبزاك ورميه 7 امتار، رميه 7 امتار لكميل شيبزاك. وجوده ضروري في باريس سان جيرمان. امامكم التمريره الرائعه ورميه 7 امتار، فرصه تقليص النتيجه. يدخل الحارس الثاني حارس فريق نونت بيوسكا. التنفيذ هذه المره لفيران سولي. حوار اسباني اسباني بين فيران سولي وبيوسكا، يعرفان بعضهما جيدا. ينجح سولي 15-14، 29 هدف في 28 دقيقه، معدل هدف تقريبا كل دقيقه. رتم سريع، رتم قوي. امامكم راؤول غونزاليس مدرب فريق باريس سان جيرمان ومدرب فاردار، سابقا فاز بالتشامبيونز ليج مع فاردار. ايوب يسدد هذه المره لكن اندرياس باليكا ذهب مباشره للزاويه الصحيحه. كره التعادل الان. لوك ستانس براندي قويه لكن غير مؤثره، لم ينجح براندي. التعب واضح على بعض اللاعبين في بدايه المباراه في هذا الشوط الاول. نعرف ان الموسم كان طويل لعديد اللاعبين الدوليين، لم ياخذوا قسط من الراحه باعتبار ان هذا الموسم موسم كان طويل فيها الالعاب الاولمبيه في تشامبيونز ليج. يعني اغلب اللاعبين تقريبا اخذوا 10 ايام فقط من الراحه بعد موسم طويل. ورمي 7 امتار يتحصل عليها امريك مين. امامكم التدخل كان قوي من تونسان ولوكا كاراباتيتش. التنفيذ لنفس اللاعب جوليان بوس، نجح في كل رميات 7 امتار واستبعاد لمده دقيقتين لتونسان. ويحيى عمر يتحدث معه على هذه اللقطة الأخيرة. أندرياس باليكا جوليان بوس وجها لوجه. حوار فرنسي سويدي ينجح. 16-14 ينجح جوليان بوس. ماتي جابيرا سلوفيني يتفاعل مع جوليان بوس. موسم جديد فيه تحديات كبيرة لنونت وفيه أيضا تحديات كبيرة لباريس سان جيرمان. هذين الفريقين سيلعبان من أجل لقب الدوري. نونت ولا مرة فاز بالدوري، يريد أن يفوز بالدوري، لكن باريس سان جيرمان الآن يعني بفريق أغلبهم اللاعبين جدد. يدخل يحيى عمر الآن في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بعد بدء المباراة. يحيى عمر لوك ستانس ينجح، ممتازة رائعة جدا. 16-15 الثواني الأخيرة. أيوب عبدي ممتاز، والباراد ولا أروع باراد لي أندرياس باليكا. تصدي الكبار والتصدي من الجهة المقابلة. 16-15 هي نتيجة الشوط الأول. شوط أول ممتاز تكتيكيا فنيا. وتونا يرفع معنويات الدول الجزائرية. أيوب عبدي بعد اللقطة الأخيرة. نهاية الشوط الأول بتقدم فريق نونت على حساب باريس سان جيرمان. معكم الباراد ولا أروع للحارس أندرياس باليكا، ثم الإجابة تأتي من بيزيتش. هذا هو دور الحراس وتصطدم الكرة بالقاع. إذا مشاهدينا الكرام نلتقي إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني، لا تذهبوا بعيدا. الدوليين المصريين وأيضا اللاعبين الدوليين الجزائريين واللاعبين الدوليين التونسيين والمغاربة. إذا نتمنى حظ وافر لكل اللاعبين المحترفين الذين
يحملون آمال كبيرة لبلدانهم ويمثلون بلدهم في كل المناسبات. والكرة الأولى في الشباك من إمريك مين، 17 مقابل 15. إمريك مين يواصل التألق، يواصل الشو في هذه المباراة، يمر بكل ذكاء، يدخل لوكستانس. البداية قوية، وأيضا تحدثنا على اللاعبين المحترفين، أيضا هناك اللاعب سيف الدرع الذي ينشط في فريق ليموج، شقيق يحيى الدرع الذي ينشط في فريق فيش برام. تعود الهجمة، محاولة المرور، التدخل قوي، براندي، براندي عليه أن يحسن التمريرات، يحيى عمر، تدخل قوي. نلاحظ أن الدفاع نونت يركز كثيرا على يحيى عمر المنتدب الجديد، اللاعب الدولي المصري الذي قدم دورة ألعاب أولمبية والأروع. والكرة جانبية، الدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل بقوة أمام يحيى عمر. ستأتي الأهداف يا يحيى، ستأتي. أيوب عبدي قدم بداية شوط أول والأروع، والتسديدة والأروع، غير عادي، غير عادي. براندي يسدد من كل المسافات في كل الوضعيات، قوي جدا. إنه الترميناتور، انظروا إليه، اللاعب الذي لا يمل ولا يكل في كل الوضعيات، لم يكن في كامل التوازن ويسدد بكل قوة. 17-16 دقيقتان منذ انطلاقة الشوط الثاني. تعود لأيوب عبدي الذي تم اختياره كأفضل ساعة دائما في الدوري. أيوب قوي قوي قوي، أيوب السرعة، المهارة، الفنيات والثقة من الدولي الجزائري أيوب عبدي، لاعب لن يتكرر كثيرا في كرة اليد الجزائرية. أكيد أنه يحمل آمال كبيرة، لاعب ممتاز، لاعب خلوق. تعود ليحيى عمر، أكيد أن الجماهير المصرية أيضا فخورة باللاعب يحيى عمر الذي قدم ألعاب أولمبية، لم يركن إلى الراحة مع زملائه، قضوا معسكرات، مباريات، تضحيات كبيرة لكل اللاعبين. والكرة في الشباك، الهدف يأتي من الجناح من بيليكا. 18-17، هدف من هنا، هدف من هناك، وفريق نونت يسعى لأن يواصل، لأن فريق باريس سان جيرمان لو يفتك التعادل أو يأخذ الأسبقية ستصبح المباراة مغايرة تماما، لذلك نونت يشعر بالخطر. تعود الهجمة، أيوب عبدي قدم الإضافة وأنسانا في مكادة، موسم استثنائي مع تولوز، ويعتبر اللاعب الأفضل في تولوز في السنوات الأخيرة. أيوب يلعب واحد ضد واحد، ممتازة التمريرة لأيوب، قدم مباراة كبيرة أيوب، فعل كل شيء أيوب. 19-17، مردود كبير، مردود غزير، انظروا إلى أيوب عبدي، فعل كل شيء. إنها المهارة والثقة والفنيات، حقيقة مكسب كبير لكرة اليد الجزائرية. أيوب عبدي طبعا متأقلم، لذلك يجب أن نصبر على يحيى عمر لأنه أتى من دوري آخر، يعني نلاحظ أن السند يعني من الموسم الأول وجد صعوبات، ثم دخل في منظومة نيم أيضا أحمد هشام دودو وأصبح من ركاز فريق مونبلييه. يعني يجب أن نتفاهم في بعض الأوقات أن اللاعب عندما يأتي من دوري إلى دوري يحتاج إلى وقت، ولا أحد يستطيع أن يشك في يحيى عمر، ولا أحد. تسديدة رائعة من تيبو بريه، 20-18، يلعب واحد ضد واحد ويمر لوكستانس. براندي، ممتازة تمريرة للوكا كاراباتيتش والهدف. 20-19، تمريرة مليمترية والفاست بريك، التدخل ماتي جابير، أيوب عبدي تصطدم الكرة بالعارضة، قوية جدا، يغلق المرمى أندرياس باليكا. أمامكم التمريرة الأخيرة من ماتي جابير، أراد أن يضمن هذه الكرة لكن اصطدمت الكرة بالعارضة. هذا هو هدف الكابتن لوكا كاراباتيتش الذي كان لاعب التنس وبرز كلاعب تنس لمدة سنوات، لكن في النهاية اختار كرة اليد في سن متأخرة، دخل كرة اليد في سن 18. يحيى عمر يلعب واحد ضد واحد،
ممتازة التمريرة، ممتازة التمريرة ورميت سبع أمتار. أسيست ولا أروع من يحيى عمر اللاعب الدولي المصري لزميله كميل شيبزاك، يسحب لاعبين ويمر. أمامكم التدخل من تيبو بري، لاحظوا المسك من القميص، وربما الحكم كان عليه أن يعطي استبعاد لمدة دقيقتين. يدخل إيفان بيزيتش مكان بيوسكا، ويحيى عمر هو الذي سيسدد الآن على ما يبدو. نعم المدرب يريد أن يدخله في أجواء المباراة. يحيى عمر والتصدي من إيفان بيزيتش، يتصدى إيفان بيزيتش لكرة يحيى عمر، تصدي جديد، تعود الكرة لتيبو بريه، محاولة المرور، أيوب يأتي من بعيد إلى تيبو بريه. فريق نونت يلعب بطريقة ذكية. أمامكم اللقطة الأخيرة والتصدي من إيفان بيزيتش لكرة يحيى عمر. طبعا كل اللاعبين يدعمون يحيى عمر في بداية المباراة لأنها مباراة صعبة. تبدأ المباراة مباراة دوري أوكي، لكن تبدأ مباراة فاينل، هذا هو الإشكال الأول يعني عندما تأتي بفريق جديد. لذلك أيوب عبدي تأقلم بسرعة لأنه يلعب في الدوري الفرنسي. هذه طبعا الوضعية مغايرة تماما، يعني في بعض الأوقات عندما يشاهد أي متفرج أو مشاهد على قناة بين سبورتس يتساءل لماذا يلعب يحيى عمر ولم يدخل في أجواء المباراة. السؤال سهل والإجابة أيضا، يعني لاعب كان ينشط في الدوري المجري، دوري مغاير تماما، يأتي إلى دوري جديد أكيد هناك ظروف أخرى وطبعا اندماج، وأكيد أنا يحيى عمر سيعطي الإضافة لباريس سان جيرمان مثل ما يعطيها الآن أيوب عبدي في فريق نونت الفرنسي في أول موسم له. أمامكم هنا الهدف من إمريك مين كالعادة، القوة المهارة الشجاعة والسرعة لهذا اللاعب الموهوب. هذا هو راول غونزاليس. سبع دقائق أولى في هذا الشوط الثاني من مباراة الفاينل كأس الأبطال السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان ونونت في قاعة فيوتورسكوب. لوك ستانس براندي، محاولة الهجوم المنظم لباريس سان جيرمان، جملة تكتيكية منظمة الآن. لوك ستانس يمر وينجح، لا تصدي ولا أروع من بيوسكا، يتألق الحارس الإسباني، تعود عكسية من إمريك مين تيبو بريه. الدفاع قوي، الحكم يعلن على فاول. نونت يريد أن يرفع النسق، ولاحظوا المهارة وتفاهم والانسجام بين لاعبي نونت وبيوسكا. يدخل في الشوط الثاني ويتألق أيضا مثل زميله إيفان بيزيتش. لاحظوا تيبو بري يقوم بمجهود كبير، يسحب لاعبين وفاول ومسح أرضية القاعة لسلامة اللاعبين. سيدخل جوليان بوس بعد قليل. أيوب يواصل التألق في هذا اللقاء في أول ظهور له إلى حد الآن. أيوب عبدي سجل العديد الأهداف إلى حد الآن في هذه المباراة، ثلاث أهداف. تعود الهجمة، إمريك مين تيبو بريه، محاولة المرور، تيبو ممتازة لكن الدفاع يتفطن لهذه الكرة ويعود الحكم للفاول. كل فريق هو كتاب مفتوح للآخر بطبيعة الحال، ومسح أرضية القاعة لسلامة اللاعبين. نذكر بالسجل الذهبي لكأس الأبطال، باريس سان جيرمان خمسة ألقاب، مونبولي ثلاثة، نونت لقبين، شومبيري لقب، دنكيرك لقب. هناك سنوات لم تجرى المسابقة، سنة 2020 و2021. أجواء رائعة في قاعة فيوتورسكوب أرينا. الموسم الماضي كانت قاعة غلاز أرينا احتضنت هذا الفاينل، وباريس سان جيرمان فاز 35 هدف مقابل 25 بفارق 10 أهداف بالتمام والكمال. أيوب ممتازة التمريرة، رائعة رائعة لتورنا، أسيست ولا أروع من أيوب عبدي. براندي والتصدي من بيوسكا، تصدي ولا أروع، يذهب للزاوية الأولى، ممتاز بيوسكا، ثقة كبيرة في النفس. تعود لتيبو بريه،
أيوب، التمريرة رائعة جدا مليمترية، والكرة في الشباك من أودريو زولا. تعود ماكينة نونت للاشتغال بطريقة مميزة. أمامكم تيري أومير نارسيس ورئيس الرابطة الفرنسية لكرة اليد. تمريرة والأروع من أيوب. أيوب عبدي يبدع ويقنع في هذا اللقاء. أمامكم أسيست أول، أسيست ثاني، أسيست ثالث في كل مكان. بيوسكا في الشوط الثاني يواصل الشو، يواصل التعلق مثل زميله في الشوط الأول إيفان بيزيتش. لوكستانس يحيى عمر، وتدخل قوي من الدفاع. يبدو أن فريق نون تعدى العدة على مستوى الدفاع. أمريك مين يدافع أمام يحيى عمر، محاولة التسديد يحيى. براندي لوكستانس، والحكم يعلن على فاول. تدخلات قوية، 10 دقائق أولى لم يتغير فيها شيء الكثير، ويواصل نونت سيطرته على هذه المباراة ويحكم قبضته بشكل واضح إلى حد الآن. تكتيكيا المدرب غريغوري كوجان وجد التوليفة الجيدة إلى حد الآن، خاصة أنه لديه لاعبين في كل مركز. يدخل الآن دافيد بالاغار اللاعب الإسباني. تغيير مركز بمركز أيضا زميله في إسبانيا فيران سولي. تعود الهجمة، يحيى عمر، لوكستانس، براندي، محاولة التسديد، تمريرة خاطئة من براندي، تعود عكسية مرة أخرى، وإمريك مين ينجح. 24-19، 5 أهداف مسبقية لنونت بفضل إمريك مين وبقية اللاعبين وخاصة أيوب عبدي. والتصدي من بيوسكا، تصدي والأروع. فريق نونت في كامل الجاهزية، دفاع قوي، حراسة مرمى من أعلى طراز في هذه المباراة. أمامكم التمريرة الخاطئة من براندي، وإمريك مين ينجح في عكس الهجوم للمرة الثانية. يقطع كورة إمريك مين بكل ذكاء، غضب واضح من الحارس السويدي أندرياس باليكا. يدخل دولا بروتاش المدرب، يريد أن يريح اللاعبين، يريد أن يتركهم لنهاية المباراة، يحتاجهم في 10 دقائق الأخيرة. ويبقى فاليرو ريفيرا الكابتن. أمامكم نسبة نجاح على مستوى التسديد، نون 69% وباريس سان جيرمان 59%. دولا بروتاش، أيوب، محاولة الهجوم المنظم. إمريك مين يلعب واحد ضد واحد، يأتي أيوب من بعيد، قوية جدا، قوية والأروع. أيوب عبدي، الانتداب الجيد، أيوب عبدي يبدع في هذه المباراة. 25-19، والإجابة رمي 7 أمتار من يحيى عمر الدولي المصري. تألق الدولي الجزائري ملفت للانتباه في هذه المباراة. خمسة وعشرين تسعة عشر، 6 أهداف مسبقية. يدخل إيفان بيزيتش، وتسديدة لكاميل شيبزاك. حوار كرواتي بولندي في هذه الرمية، وتصدي فعل كل شيء في هذه المباراة إيفان بيزيتش. تصدي إيفان بيزيتش غير عادي اليوم، غير عادي إيفان بيزيتش. لوكستانس، يعود براندي، يحيى عمر في الهجمة الآن. براندي، 11 دقيقة في هذا الشوط الثاني من المباراة. لوكستانس، وتدخل قوي من تورنا، استبعاد لمدة دقيقتين. التدخل كان قوي، نعم، من ماتي جابر وتورنا، تدخل قوي، استبعاد لمدة دقيقتين. سيلعب منقوص عدديا فريق نونت. يبدو تورنا غير موافق، لكن القرار صحيح 100%. أمامكم التدخل، لاحظوا يد اللاعب، أو التدخل كان من ماتي جابير. ماتي جابير هو الذي تدخل بكل قوة وليس تورنا. 6-5،
المساحات كبيرة ومتوفرة للعب على مستوى التسلسل. يحيى عمر تمريرة لبلاغير لوكستانس. يحيى عمر ممتاز الاسيست، ممتاز الاسيست من يحيى عمر، ذكي جدا، سحب لاعبين وترك المجال للوكستانس. لكن الاشكال على مستوى رميات الجزاء، لان باريس سان جيرمان اضاع ثلاث رميات جزاء. كاميل شيبزاك يعطيها المدرب ثقة مرة أخرى في حوار جديد مع بيزيتش. أخذ ثقة بيزيتش وينجح هذه المرة كاميل شيبزاك. 25 مقابل 20، يتواصل الحوار، يتواصل التشويق مع أسبقية واضحة لنونت. أمامكم الدولي البولندي، ينجح هذه المرة ويغالط الحارس الكرواتي بيزيتش. 12 دقيقة، يدخل شويشي يوشيدا لاعب منتخب اليابان، لاعب دانكيرك سابقا. امريك مين، فاليرو ريفيرا، يوشيدا حاول اللعب مع ايوب عبدي. ايوب يلعب واحد ضد واحد، تمريرة ممتازة، ممتازة التمريرة، تصطدم بالقائم، وضعت الكرة، تمريرة رائعة من ايوب. براندي يحاول أن يلعب الفاست بريك، لكن عودة قوية وسريعة لمناطق الدفاع لفريق نونت. يخرج بيليكا ولا راؤول يتحدث مع لوكا كاراباتيتش. يحيى عمر، يحيى والتصدي من بيوسكا، تصدي ولا أروع من بيوسكا لكرة يحيى عمر. أمامكم التألق للحارس الإسباني، رغم أن هناك دفاع في المنطقة حسب ما رأيت. الحكم يقول ليس هناك فاول، لكن هناك دفاع في المنطقة. تعود الهجمة لفريق نونت الذي قدم مباراة استثنائية اليوم، مباراة تؤكد استعداده الجيد للموسم الجديد. يوشيدا، أيوب عبدي، إمريك مين، ممتاز العملية، دولا بروتاش، والهدف ولا أروع من فاليرو ريفيرا. تسديده ولا أروع للكابتن، 26 مقابل 20، مطالبة بدخول بقوة. أمامكم مطالبة بدخول بقوة بعد لقطة دولا بروتاش مع بلاغير. وأترك لكم مشاهدينا الكرام الحكم، لا أريد الخوض في الأمور التحكيمية. مفروض القانون واضح بطبيعة الحال. 26 مقابل 20، نونت يتقدم، نونت يسيطر في هذه المواجهة على المدرب راؤول غونزاليس المجازف. الآن ليس لديه وقت للتفكير كثيرا. يحيى عمر إلى براندي، لوكستانس التقاطع، محاولة للتسديد، يحيى عمر يبحث على لعب الدائرة، طيب المحاولة وتدخل الدفاعي. براندي ثنائية إلى كاميل شيبزاك، ورامي سبع أمتار، رامي سبع أمتار يتحصل عليها كاميل شيبزاك. قوة بدنية رهيبة لهذا اللاعب، لاعب كرة يد بخصائص لاعب كرة سلة. لاحظوا في هذا الحوار مع إمريك مين، شجاع إمريك مين كيف يدافع مع هذا العملاق. يعود بيزيتش ويتواصل الحوار بين اللاعب والحارس. بيزيتش اليوم قدم مباراة ولا أروع، نسبة نجاح عالية، والكرة في الشباك. 26-21، تقليص النتيجة إلى مستوى الخمسة. يتواصل الحوار الرياضي بين الحارس واللاعب. وصلنا لمنتصف الشوط الثاني، نقترب من الوقت المهم من المباراة. دولا بروتاش إلى أيوب عبدي، يوشيدا، اللاعب الدولي الياباني المنتدب الجديد إمريك مين. دولا بروتاش يلعب باثنين بلاي ميكر، المدرب غريغوري كوجان. أيوب إلى دولا بروتاش، محاولة المرور طيبة، ممتازة التمريرة والهدف، أول هدف للياباني مع فريقه الجديد. 27-21، لوكستانس، يحيى عمر،
وأول هدف ليحيى عمر مع باريس سان جيرمان. أول هدف ليحيى عمر 27-22. تقليص النتيجة إلى مستوى الخمسة. يدون اسمه على ورقة التحكيم يحيى عمر. أيوب عبدي يغير مركزه ويصبح كبلاي ميكر. بداية الهجمة المنظمة. إمريك مين؟ أيوب. دولا بروتاش. دفاع 6-0 واضح على الصورة. يعود أيوب لمركزه الأصلي. محاولة التسديد. التقاطع. إمريك مين يأتي من بعيد. سينبه الحكم باللعب السلبي. يجب التسديد. لا تصل الكرة. مطالبة بفاول وتعود عكسية لوكستانس في عكس الهجوم. براندي. يحيى عمر. يمر يحيى عمر. ورمية 7 أمتار. رمية 7 أمتار يتحصل عليها يحيى عمر. أمامكم اللقطة بالعرض البطيء. ستة عشر دقيقة وتسعة وثلاثين ثانية. وهنا بيوسكا هو الذي يبقى لمحاولة صد هذه الكرة مع اللاعب البولندي كاميل شيبزاكلي. من ستكون هذه الكلمة الأخيرة؟ والتصدي من بيوسكا. تصدي الكبار. حرك الرجل اليسرى ثم تصدى باليمنى. انظروا إلى المهارة. روعة في الأداء. قمة في التركيز من بيوسكا. انظروا كيف حرك اليسرى وتصدى باليمنى. ممتاز ممتاز ممتاز. ذكي جدا. يتصدى بيوسكا 27-22. 5 أهداف أسبقية في بداية هذا الموسم الرياضي لكأس الأبطال. وتقدم لينونت على حساب باريس سان جيرمان. تعود الهجمة. تيبو بريي. يدخل جوليان بوس مكان أيوب عبدي الذي قدم مباراة كبيرة ورائعة خاصة على مستوى الهجوم والأسيست. محاولة الهجوم دولا بروتاش وتدخل من لوكا كاراباتيتش وويلم بيليكا. تصل الكرة لي أودريو زولا ورمي 7 أمتار واستبعاد لمدة دقيقتين. خروج لاعب لمدة دقيقتين بعد التدخل الأخير. يبقى اللاعب على أرضية القاعة. وغريغوري كوجون يطلب من لاعبيه الهدوء. هنا تدخل قوي من الدفاع على اللاعب تيبو بريي. سيقع الاحتكام إلى الفيديو والفار والتشاور مع طبعا مراقب المباراة. التقنية الجديدة الموجودة على ذمة الطاقم التحكيمي بتقنية رائعة. سيقع إعادة اللقطة أمامكم مباشرة إلى الشاشة. سيقع العودة. نعم انظروا إلى الحكام هم الذين يتحكمون وليس هناك يعني شخص آخر يعطي. نعم هم يعودون إلى اللقطة بأنفسهم. سيقع العودة وأيضا تكبير الصورة. لديهم أيضا الفرصة لتكبير الصورة. لاحظوا التقنية الموجودة على ذمة الرابطة الفرنسية لكرة اليد. بإمكانهم أن يشاهدوا اللقطة من زوايا مختلفة. الإعادة. والاستدامة الأخير. هنا زاوية أخرى. سيقع اعتماد استبعاد لمدة دقيقتين. استبعاد لمدة دقيقتين ضد اللاعب يحيى عمر في اللقطة الأخيرة. سيلعب باريس سان جيرمان منقوص لمدة دقيقتين. أول استبعاد ليحيى عمر في المباراة. أمامكم اللقطة بالعرض البطيء. و
وهذه طبعا لقطة بالاغير ينجح في تنفيذ رمية سبعة أمتار جوليان بوس. 28-22 ست أهداف أسبقية لفريق نونت في بداية المباراة. هذا هو المنتدب الجديد اللاعب الدولي المصري يحيى عمر. لعب بشبرام سابقا من أفضل اللاعبين والسواعد في العالم في مركزه، واليوم شاهدنا اللاعب أيوب عبدي الذي تألق كأحسن ما يكون وأكد أنه من طينة اللاعبين الكبار. أيوب عبدي من سنة إلى أخرى يؤكد أنه لاعب وعد، وتحدثنا عليه كثيرا عندما كان في تولوز، قلنا هذا اللاعب يجب أن يأخذ حقه يعني ويذهب إلى فريق كبير، حتى جاءت الفرصة ليلعب مع نونت ورأيناها اليوم ماذا فعل. أيوب عبدي قدم مباراة كبيرة إلى حد الآن. الوقت يمر وفريق نونت يأخذ الثقة في نفسه في نهاية المباراة، شراسة دفاعية كبيرة. ست أهداف أسبقية تونسان. التمريرة ممتازة رائعة، والتصدي لبيوسكا، ضاعت الكرة على باريس سان جيرمان. بيوسكا يوصل الشو، يدخل بونفون. المدرب غريغوري كوجون عرف كيف يستعمل اللاعبين في أوقات مهمة ويريح اللاعبين الكوادر، لأنه سيحتاجهم في وقت مهم. إراحة اللاعبين في وقت مهم وفترات محدودة في المباراة. وسيقع الآن بعد قليل تسليم رمز الكأس لفريق نونت، مصافحة اللاعبين لبعضهم البعض. هذه أجمل صورة نشاهدها في قاعة فيتور سكوب بين لاعبي نونت وباريس سان جيرمان، وسيكون موسم ساخن بين الفريقين وتنافس كبير. رأينا الموسم الماضي كان التنافس إلى آخر جولة بين الفريقين، وتوج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الحادي عشر. أمامكم الروح الرياضية ومصافحة اللاعبين لبعضهم البعض. سيقع تسليم رمز الكأس بعد قليل، والصعود على منصة التتويج فرحة اللاعبين كبيرة. وهذا هو تيبو بري، واحد من أبرز اللاعبين في فريق نونت الذي كان يطمح في فرنسا. وفاليرو ريفيرا سيتسلم رمز الكأس بعد لحظات. اللاعب الإسباني الحائز على بطولة العالم سنة 2013 مع منتخب إسبانيا يتوج نونت بلقب كأس الأبطال. مبروك لنونت باللقب.